ألعابك وتحتفظ بها. هل رأيت فرشاة الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو! صفحتي! أوه! أرجوحتي! عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. يا أصدقائي، معي كيس من الهدايا. من يريد؟ أوه، ياه، طائرة! شكراً يا رومبا. ما مناسبة الهدايا؟ رومبا يهدي ألعابه التي لم يعد يلعب بها. أنت حقاً كريم جداً يا رومبا. إهداء الألعاب فكرة رائعة يا روزي. أرزا، أهلاً، خذي هذا يويو. آه رومبا، أنت أرنب كريم جداً. لمن يمكن أن نقدم هدية يا روزي؟ لحن جميل. أنت تعرفين ألحانا كثيرة يا بلبلة. يكفي، كدت أوقعها. هذه الآلة عزيزة عليك، أليس كذلك يا بلبلة؟ كم أحب آلتي. أعزف عليها جيدا. اسمع. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكرا يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟ يقصد شكرا. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض رومبا كثيرة بالنسبة إلى أرجوحته، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا. ما هي هديتي؟ طبعاً ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. أوه، هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لي أنا يا رومبا؟ أوه حسناً، أنا الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك. تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو، شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ آه، إنها مجرد أغراض. انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة. والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. طائرة! أليست رائعة؟ رومبا أهداني إياها. هل تعيرها لكمون قليلاً؟ طبعاً، إن أعرتني أنت هذه. هذا رائع، فسحة كبيرة. لست مشتاقاً إلى ألعابي. ترى هل بلبلة سعيدة بصفارتي؟ اشتقت إليها أليس كذلك؟ أشعر أنني غريب من دونها. ترى هل تعرف كيف تلمعها؟ لما لا تذهب وتسألها؟ من يدري، ربما لم تعد تريدها. هل يمكن أن أستعيدها؟ هل رأيت بلبلة يا بينون؟ لا، آسف. مرحباً يا رومبا، هذه الطائرة رائعة. شكراً. على الرحب.
لكن أعطيتك طائرتي، أما هذه فلكرز. هاي تعال وانظر، الهدايا تبدلت كلها. صفارتي، أما بلبلة. بلبلة رومبا، شكرا جزيلا على صفارتك. أوه الواقع، أنا أهديتك الصفارة ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماما ما تعنيه، إنها رائعة. وبما أنني أعطيتك إياها لم يعد عندي ما أعزف عليه. أوه مسكين يا رومبا، تفضل هذه لك. آلتك يا بلبلة؟ نعم، لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة، سأعزف عليها لفكري، تعال واستمع إلي. رومبا، أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها، أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا، أنت أهديتها، لم تعد صفارتك يحق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ أوه يا رومبا، أنا آسفة جدا، لقد أهديت كل أشيائي المميزة. أرزا، إنها غلطتي، أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. هذا صحيح، الأغراض المميزة أمر جميل، أنا عندي بعض الأغراض. هل تعجبك هذه الحلي؟ إنها جميلة جداً، لم أعرف أن عندك الكثير. ليست كثيرة، الحلي الباقية تركتها في العالم الواسع. العالم الواسع؟ تعنينا هنا؟ طبعاً، حلي موزعة في كل مكان ليتشارك فيها الجميع. المشاركة؟ أجل بالطبع، هل يمكن أن تضعي هذه العلبة في العالم الواسع؟ أظن أنك وجدت الحل لمشكلة رومبا يا روزي. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضاً يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها؟ لكنها الآلة المفضلة لديها، إنها فعلاً مفاجأة. آلتي، كفى، أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. رومبا، لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا، ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا، وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا، علبة الألعاب المشتركة. أوه شكراً يا روزي، علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها، وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعاً. رومبا كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة.
أريد أن أطير. ماذا يحاول أن يفعل؟ لا أفهم، غريب أمر كرز. هنا لنراقب. انظري، يبدو هاربا من شيء مخيف. لزعت النحل ربما. لا، أظنه يحاول البقاء هادئا. كيف هذا؟ إنه يحرك ذراعيه كفراشة خائفة. لنعرف ما به. مهلا، أولا لنفتح هذا الصندوق. وجدته خلف الباب في الصباح. إلى روزي ورمبا، لم يكتب اسم المرسل. ماذا فيه يا ترى؟ روزي ورومبا سيحبان هدياتي للغاية. لا يحصل الواحد منا كل يوم على حجر الحفر. لا، نسيت وضعه في الصندوق. لابد من طريقة لأقوم بهذا. واو، بماذا؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ أهلا يا بلبلة، أنا فقط أحاول الطيران. كرز الطائر. توقفي يا بلبلة. إن الطيران فن، وأنا أعرف كل شيء وأي شيء عنه. والآن كف، افتح ذراعيك وأغمض عيني. حسناً، الآن تحرك أيها الطائر. طر في الهواء، تمايل مع النسيم وارتفع بين الغيوم. طر كالبلابل، ارتفع عالياً. مشكلتك يا كرز واضحة جداً. ما هي؟ هي أنك لا تملك أجنحة. أدهشني. ماذا تفعلين؟ بالريش البلبلي يا صغير نحو السماء سوف تطير. واو، هيا يا كرز، وقت الطيران. اجري، رفرف رفرف. هل تشعر بشيء ما؟ نعم، أشعر أنني فاشل. واو 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 واو. هل وجدت شيئا؟ لا، هذا غريب. كرز جالس في حديقتنا. ويبدو حزينا للغاية. هيا بنا يا رومبا، علينا أن نفهم ما يحدث بالضبط. مرحبا يا كرز. أهلا روزي. أهلا رومبا. ما المشكلة؟ أنا فقط أريد أن أطير. هل هذا كثير؟ ربما. استخدمت ريش بلبلة العجيب لكنه لم ينفع. كم أنا إنسان فاشل. لكن أنت دمية ولست طائرا. أظن أن رومبا على حق. رائع، لكن هذا لا يعني ألا تحاول، ونحن سنساعدك. جاهز يا رومبا؟ أنا؟ نعم نعم نعم، أنا جاهز. مرحبا روزي، رومبا. ليس هنا. والآن كيف سأعطيهما حجر الحظ؟ أحسنت يا كرز، أعلى
أعلى! رفرف أقوى! أقوى! أنا أرفرف! أرفرف! هذا لا ينفع! أنا لا أطير! أها! عندي فكرة! لنجرب التلة! روزي! رومبا! هل سننجح هذه المرة؟ النجاح مضمون! بالتوفيق! أظنك ستحتاج إلى الحظ! ها أنا! نعم! كرز! كرز! هل أنت بخير؟ أنا بخير! لو أن للجميع جذوراً! لابد من طريقة لتحقيق أمنياتك. المنحوس دائماً منحوس، حتى ولو طار بالفانوس. للأسف ليس لك جناحان كالطائرة. رومبا، أنت عبقري حقاً. هيا اتبعاني. إلى أين؟ إلى مصنع الطائرات. اللحظة التي انتظرناها طويلاً. رومبا تفضل، أقدم لكم كرز الولد الطائر. جاهز؟ جاهز. مهلاً. ما الأمر يا بينون؟ هل فتحتما الصندوق؟ هل كان منك؟ لكنه فارغ. أعرف، أنا آسف، نسيت وضع هذا داخله. إنه جميل. إنه حجر الحظ، وكل من يحمله لا يفشل أبدا. أردت أن أهديه لكما. شكرا لك يا بينون. لقد صنعنا من الصندوق جناحين، وأيضا مع حجر الحظ لا شيء سيقف في وجه كرز. حظا سعيدا. هيا. 3 2 1. رائع. كرز يطير. إنه حجر الحظ. بل ريش البلبلي. أحسنت يا كرز، حصلت على جناحين. شكرا لكما يا روزي ورومبا. روزي. نعم يا رومبا. لو كنت برغوثا لكن بحجمي هذا بالضبط لقفزت عليا إلى القمر. أتخيل هذا. لكن تخيلي يا روزي حجم الكلب الذي سأعيش في فروه. كبير جدا. ضخم جدا. ومنزله سيكون ضخما جدا، بل أيضا عملاقا. روزي. نعم يا رومبا. لا أريد أن أكون برغوثا ضخما. اطمئن، لن يحدث. ليلة هانئة. ولك أيضا يا روزي. نم 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 نم.
أنا أحب أن أكون أرنباً ضخماً. كرز والتنين. نستطيع أن نقدم الأميرة الوردية الجميلة. فكري أعجبته كثيراً هذه المسرحية. لا أريد شيئاً وردياً أرجوكي، فلنقدم شيئاً فيه مغامرات وأبطال كثيرون. أوه، وفيه سحر. نريد قصة فيها أدوار للجميع. هي، ما هذا؟ الأمير والتنين. كانت هناك أميرة جميلة. سجنها في كهف بعيد تنين مرعب. أوه، تنين؟ وكان التنين المرعب مخيفاً، فلم يتجرأ أحد على إنقاذ الأميرة إلى أن قرر ذات يوم أمير شجاع جداً. أمير شجاع، هذا أنا. أن ينقذ هذه الأميرة. وكان للأمير صديق ساحر. هل قلت الآن صديق ساحر؟ قال للأمير إنه سيهزم التنين إذا استخدم سلاحه الأقوى. إنه سيفي. حصانك. ألقى الساحر سحره على حصانك وجعله أسرع حصان في المملكة كي يستطيع الأمير كرز إنقاذي. أنا الأميرة الجميلة. خرج التنين من كهفه ليلاقي الأمير، ولكنه كلما أسرع في جريه كان الأمير أسرع منه. تعب التنين كثيراً فنام، وهكذا استطاع الأمير أن ينقذ الأميرة. هذه القصة تصلح لعرض أمام فكري. إذن روزي ستكون هي الراوي وأنا سأكون الساحر. كرز الأمير، لين الأميرة، لكن من هو التنين؟ أنا. أليس حجمك صغيراً؟ أنا لست صغيراً، صحيح يا روزي؟ أنا رأيت تنيناً حقيقياً، إنه ضخم جداً. تنين حقيقي يا بلبلة. ما رأيك أنت يا بينون؟ هل ستكون التنين؟ لا، أنا سأشتغل ببناء المسرح للعرض. إن كان رومبا يرغب في أن يكون التنين، علينا أن ندعه يجرب. يبي، لكن ليس عندنا هنا زي التنين. لا بأس، سأصنع واحداً. أنا سأساعدك، أعرف تماماً شكل التنين. لا تستعمل كل الصمغ، أحتاجه لصنع عصا الساحر. لكن يا بلبلة. هذه تصلح أكثر كعباءة للساحر. رومبا، خذ هذه بدلاً منها. واو، ماذا يفعل بينون؟ هذا هو مسرحي الخاص. روزي والأصدقاء يعدون لي مسرحية جديدة عنوانها الأمير والتنين. أوه، من سيشارك فيها؟ كرز هو الأمير، لين الأميرة، ورومبا سيكون التنين. رومبا؟ تنين؟ دور ضخم بالنسبة لأرنب صغير. ألقى الساحر سحره على حصان الأمير كرز وجعله أسرع حصان في المملكة كلها. أبراكازوما، حصان أتجاوزك. وهكذا انطلق الأمير كرز بحثاً عن التنين. التنين. أيها التنين الجبار، أنت أضخم جداً جداً مني، ولكن رومبا، يجب أن تكون مخيفاً. كنت سأكون مخيفاً لو أن أحدهم لم يأخذ ذيلي هكذا. كان علي أن أصنع عباءتي. وعلى كل حال، التنين الحقيقي ضخم جداً ويخرج ناراً. هل التنين حقيقي؟ لا عليك يا لين، التنين مجرد خيال. هذا رأيك أنت، حقيقي أم لا؟ المهم أن يكون ضخماً ومتوحشاً. آسف يا رومبا. قد نستطيع مساعدتك.
أنا كبير لأكون تنيناً بلا مساعدة. انتظروني فقط وسترون. لن يراني أحد هنا، سأفاجئهم. سأصنع أفضل زي تنين لم يرى أحد مثله من قبل. أحسنتم جميعاً، كل شيء جاهز لأفضل مسرحية بفضل بطة ووانيس. سأذهب لأرى إن كانوا مستعدين. حسناً، علي أن أجرب الزي. لا أرى، سأخلعه. أنا علقت، أحتاج مساعدة. ربما لو تحركت أتخلص منه. أين أنا؟ من هنا أظن. الجميع مستعدون؟ ليس عندنا تنين بعد. ترى إلى أي مكان ذهب رومبا؟ إنها غلطتي، لأنني قلت إنه صغير الحجم. ربما علينا أن نبحث عنه. رومبا! رومبا! يا رومبا! النجدة! رأس التنين! لقد علق! رومبا! أخرجوني من هنا! التنين! لقد أمسك برومبا! لا عليك يا رومبا! سأخلصك! سأحضر نجدة! جرس! النجدة! هناك تنين حقيقي! لقد أمسك برومبا! ماذا؟ أنت متأكدة؟ بسرعة! سأدعو الآخرين! النجدة! لقد علق! بلبلة على حق! هناك تنين حقيقي! سأخلصك يا رومبا. أنت أترك رومبا. كرز، أهذا أنت؟ رومبا، سأخرجك. هيا. لقد صنعت زيا رائعا يا رومبا. كنت على حق يا كرز، لست ضخما بما يكفي. يجب أن أكون ضخما جدا لأصلح كتنين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة أضعاف. وجدتها رومبا. أنت صنعت أفضل زي تنين. ما زلت تريد أن تكون أفضل تنين؟ نعم، ولكن إذا سنساعدك كلنا. هذا أمر مدهش. هذا سيجعلك أسرع أمير في العالم. شكراً أيها الساحر الماهر. وهكذا أسرع الأمير كرز ليواجه التنين المتوحش. أحسنتم. أنقذني أيها الأمير الشجاع. طبعاً، لا تخافي يا أميرتي. انتبه يا أمير كرز. لا تخافي، لا تنسي أنني الأسرع. أحسنت، رائع. إنه يقترب. لا تقلق يا ونيس، لقد بدأ يتعب. لقد نجحت، التنين سوف ينام. الأمير الشجاع الوسيم كرز أنقذني. يعيش التنين رومبا، إنه أفضل تنين على الإطلاق. بفضل مساعدة أصدقائي ساعدت لانتهاء مسرحيتي بشكل جيد. وأنت يا رومبا؟ رومبا. لقد علقت، النجدة.
كل سرور، لهذا وجد الأصدقاء. كرز البطل. هات الملقة يا رومبا. ستقدرين يا روزي؟ أنا أحاول. استمتعت وأنا ألعب بطائرتي الورقية، لم أنتبه للأشجار. هيا ياي. لقد تمزقت. لا تخف يا رومبا، سنصلحها، لكن لا تقترب من الشجر في المرة المقبلة. لن أفعل. ما هذا؟ يبدو أن أحدا ما في ورطة. ساعدوني. لين، ما المشكلة؟ إنه بوني. أنا لا أراه هنا. وضعت لين بوني على حافة الجسر فوقع. أنقذوه. تعال هنا يا كموني، لا تفكر أبدا في الاقتراب من المياه. نحتاج إلى شيء نمسكه به. صحيح، ملقة الطائرة. أحسنت يا رومبا. أمر سهل. روزي، أنقذتي بوني. شكرا لك. أنا ورومبا أنقذناه في الواقع. هذا ملقة طائرته. ما المشكلة يا لين؟ سمعتك تصرخين. أنتما بطلان. بطلان؟ روزي ورومبا أنقذ بوني. كان يمكنني هذا. روزي الخارقة. رومبا الخارق. ليس خارقين، هما حتى لا يرتديان ملابس الأبطال. أي أحد قد ينقذ بوني؟ لاحقاً، إذا احتاج أحدكم لمساعدة فليناديني. تادا! ما رأيك يا أرزة؟ كرز، لما تضع قناعاً؟ لأنني الآن لم أعد كرز. لم تعد؟ لا، أنا كرز الخارق. سأبحث عن شخص أنقذه لأثبت للجميع أنني البطل الخارق الوحيد، لا روزي. سيكون يوماً حافلاً بالمفاجآت. مرحباً بك يا كرز، ما الجديد؟ أنا كرز الخارق وهذه سيارتي الخارقة. فكرة ذكية. أبحث عن شخص أنقذه. يمكنك إنقاذي من هذه. لم أنم جيداً الليلة. أنا أقصد إنقاذاً حقيقياً. أنا واثق من أنك ستعثر على من يحتاج إلى الإنقاذ أيها البطل الخارق. واحد، اثنان. نضعه هنا. لا تبتعد يا كموني، لا أريدك أن تضيع مني. حسناً. سبعة. كرز الخارق هنا لإنقاذكم. عشرة. تفضلي يا لين، أنا أنقذت دبك. لكنه لا يحتاج إلى إنقاذ، بوني كان مختبئاً. ألا تحتاجين العون؟ ساعدني في العثور على بينون وكمون، نحن نلعب الغميضة. الخارقون لا يلعبون الغميضة أبداً. كرز الخارق هنا لأجلكما، أتريدان المساعدة؟ لقد أصلحناها أنا ورومبا. عادت جديدة. تقريبا. لا أحد يريد مساعدتي. ساعدني لتطير هذه. وجدتها. إذا علقت طائرة رومبا سيطلب مني إنقاذها، عندها سأكون البطل. أنا كرز الخارق. آسفة يا رومبا، لا توجد رياح وهناك شجر كثير. ستعلق طائرتك مجدداً. كرز الخارق سيساعدك. أنا سأطير الطائرة. حقاً، رائع. لا حاجة إلى الرياح مع كرز الخارق. تذكر لا تقترب من الأشجار. بل سأمر بين الأشجار.
أوه طائرتي ليس مجددا. هي أقصد أولى أصدق. سأنادي روزي ستنزلها لي. لا تحتاج إلى روزي، أنت معك كرز خارق. إنها تتمزق. توقف، نحتاج إلى روزي. سأنزلها قبل وصول روزي. هيا. انزلي طائرة حمقاء. طيران ناجح يا كره. إنها عالقة، ألا ترين هذا يا بلبلة؟ وأرى أنك تحتاج إلى بعض المساعدة البلبلية. لا 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 أحتاج، كرز الخارق سينقذ الطائرة. كرز الخارق؟ من العيب أن تضحكي بدون سبب. كرز الخارق. هيا انزلي الآن. لماذا تضحك بلبلة؟ لا تهتم، كرز ستساعد هذه في إنزالها. التقطتها، تدا، تمت عملية الإنقاذ. هذا بفضل كرز الخارق. أوه، هذه طائرتي؟ آه، لأنك طيرتها قرب الشجر مجدداً يا رومبا. حقيقة، إنها غلطتي أنا. أردت أن تعلق طائرة رومبا كي أكون البطل وأخلصها. أتقصد أنت تعمدت هذا؟ نعم، آسف يا رومبا، أعدك أن أصلحها. أنا بطل فاشل. روزي، كرز، هل رأيتما كمون؟ ألم يكن معك؟ لا، كنا نلعب الغميضة لكننا لم نعثر عليه. جميعنا سنبحث عنه، مستعدون؟ بالطبع، سأبحث في الملعب. ابحثوا عند الأراجيح، لا تخف يا بينون، سنعثر عليه. كمون، أين أنت؟ يا كمون، ليس هنا، أين عساه يكون؟ هل هو هنا؟ للأسف لا. لا تخف يا بينون، كمون في مكان ما، سوف تعثر عليه. يا كمون، ترى أين أنت؟ شيء غريب، أحدهم في المتاهة. ترى هل هو؟ يا كمون، هل أنت هنا؟ ضائع. خالو بينون. يا كمون، هنا. يا كمون، عرفت أنه أنت. كرز بطل. هيا بنا يا كمون لنعد إلى الأصدقاء. لقد أخبرته ألا يبتعد. كموني. خالو. كان في المتاهة. أوه، عدني ألا تبتعد عني مرة ثانية. أنا آسف. كيف عرفت مكانه؟ لاحظت أن الأعلام تتحرك. ملاحظة ذكية. أنا فخورة بك يا كرز. شكرا لك. ربما يجب أن نناديك كرز الخارق منذ الآن. أفضل أن أبقى كرز فقط، لكن يجب علي القيام بعمل خارق أخير. ها؟ ولما هذه؟ فكرة كرز خارقة مثله، صح يا رومبا؟ نعم، أصبحت طائرتي خارقة بفضل ردائه. جيد أننا لسنا بطلين خارقين، وإلا سنضطر إلى إنقاذ الآخرين طيلة الوقت. معك حق، ولن نستطيع النوم. ونتوقف عن تناول طعامنا لنساعدهم. على ذكر المساعدة، سأساعد نفسي. رومبا، الفراولة أجمل هكذا.
أضحكتني يا رومبا. كتابي المفضل. أحب آلة التصوير هذه. ابتسم يا رومبا. رومبا، أنت تنظر إلى كتابك منذ الصباح. أنا لا أشبع من النظر إليه، إنه كتابي المفضل. أعرف كم تحبه يا رومبا، ولكني أريدك أن تنظر إلى الكاميرا لآخذ لك صورة. لا بأس، ولكني أبدو أفضل هكذا. استعد يا بلبلة، صورة ثانية. والآن دور رومبا. أوه، ماذا لديك هنا يا رومبا؟ هل تسمح لي؟ إنه كتابي المفضل، فيه شجرة، طائر، ها هي بعض الزهور. رومبا، أهلا بكما. أهلا روزي، ساعديني في العثور على شيء يسلي كمون اليوم بينما أعد فطيرة التوت. وماذا يحب كمون أن يفعل؟ يريد لعبة جديدة، فقد مل كل ألعابه القديمة. انظر، إن فيه كل شيء. أنا أظن أن كمون أحب كتابك يا رومبا. لما لا تعير الكتاب لكمون؟ أعيره؟ حسناً، لكن لوقت قصير. بالطبع، لكن قد يمزقه كمون. سيهتمان به بالتأكيد. عدني أنك ستعتني به. أنا أعدك. والآن ماذا تقول يا كموني؟ شكراً لك. سنعيده لك بعد الظهر وستقرأه قبل النوم الليلة. لقد قمت بعمل لطيف يا رومبا. إنه بأمان مع بينون وسيعيده لك بعد قليل، لقد وعدك. أعرف، لكن هذا سهل عليك، فهو ليس كتابك المفضل. صحيح يا رومبا، ماذا لو أعرتك آلة التصوير؟ ولكنها المفضلة عندك. أعرف أنك ستعتني بها. تعال، يمكننا أخذ صور للجميع. من أولا؟ لا داعي للسؤال. تذكر يا كموني، هذا أعز كتاب على قلب رومبا، لذا كن حذرا. تماما هكذا. بلطف يا كمون، وعدنا أن نحافظ عليه، تذكر. وأخيرا وقت فطيرة التوت. توت. لنضع كتاب رومبا في مكان آمن، لا نريده أن يشرب عصير التوت. كم هذا لطيف. لا! ماذا فعلت؟ رومبا! انتظر، ربما أستطيع أن أنظفه. اغسل. فكرة جيدة. ابتسامة. أوبس. هذه الصورة رائعة يا رومبا. لطيف منك أن تعيري آلة التصوير لرومبا يا روزي. وأنا أعرت كتابي المفضل لبينون وكمون. ماذا؟ كتاب الرسوم التي تقفز؟ كتابك المميز؟ أتمنى أن يعتني يا كمون به، سأطمئن عليه. سيكون بخير يا رومبا. تعال والتقط صورا لكرز وهو يلعب كرة القدم.
هذه فكرة رائعة يا لين. لنرسل بلبلة لتتأكد من أن كتابك بخير. هل تمانعين يا بلبلة؟ شكرا يا بلبلة. جيد، لقد أزلت العصير. إنها أنا يا بينون. هل تغسل؟ كتاب. لهذا السبب أنا هنا. رومبا قلق على كتابه، فطلب فكري مني أن آتي وأطمئن عليه. هل هو بخير؟ أوقعته في الفطيرة بالخطأ. وهل غسلت؟ أظنني أزلت العصير. وأزلت الرسوم أيضا. انظر، لقد محيت تماما. محيت. ماذا سأقول لرومبا؟ لقد وعدته أن أعتني بكتابه. لا تخف، سأعيده كما كان. أغمضا عيونكما أيتها القدرة البلبلية. أعيدي هذا الكتاب جديدا كما كان. أوبس، غريب، عباراتي البلبلية لا تخطئ. أنا سأنادي روزي، تعرف كيف تتصرف. لن يكلمني رومبا ثانية. ماذا عن هذه اللقطة؟ هي، هذه الصور رائعة يا رومبا، تنقصنا بعض الصور للطبيعة والملعب. روزي، أريدك في كلمة. ما هي؟ كاميرا، صورة مع كرز. بلبلة، ما القصة يا بلبلة؟ الأفضل أن تري بنفسك، إنه عن كتاب رومبا. لن أغيب طويلا. سلام يا روزي، هيا. ماذا حدث؟ هل كتاب رومبا بخير؟ أم أن كمون مزقه؟ ليس كمون، أنا الذي أوقعته في فطيرة التوت. وعندما غسلته محيت الرسوم تقريبا. مسكين يا رومبا، كم سيشعر بالحزن. لكنها ما زالت تقفز. ولكن ما فائدة هذا من دون صور؟ صور؟ ها هي. لا تقلق يا بينون، أنا عندي فكرة. فعلا؟ بلبلة، هل لا شغلت رومبا أطول وقت ممكن؟ سيأخذ لي المزيد من الصور. نحتاج إلى غراء ومقص. بينون أنت تقص، وأنا وكمون نلصق. فكرة، لنلعب الغميضة. لعبناها 5 مرات. أين روزي؟ ماذا عن عرض بلبلي؟ لا، أنا أريد كتابي ثانية. رومبا، روزي، أين كنت؟ كنت مشغولة. أحضرنا كتابك ولكن مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ فعلنا المستحيل لإصلاحه. لكننا قمنا ببعض التغييرات. ذاك أنا، ولين. انظروا إليه، ألست جميلة حقا؟ أبدو كنجوم كرة القدم. بل أنا هي النجمة. ما رأيك يا رومبا؟ ليس كما كان. إنه الآن أفضل. إنه كتابي القديم مع صور لأفضل أصدقائي، وهكذا أنتم معي طوال الوقت. شكرا يا بينون. روزي هي صاحبة الفكرة. روزي، هاي، لما لست في هذه الصورة؟ رومبا، هناك شيء ناقص في الكتاب، لا توجد صورة لك. رومبا. وي، رومبا يقفز.
هذا صحيح، رومبا يقفز في كل مكان حتى في الكتاب. حرب الأرنب الآلي. هذا ليس صحيحاً يا رومبا. ضع هذا الجزء هنا وهذا الجزء هناك. سأساعدك يا رومبا. لماذا تريد صنع رجل آلي؟ الآليون رائعون يا روزي، إنهم يفعلون كل ما تريدين. يستطيعون أن يعدوا طعامي المفضل وأن يرتبوا ألعابي أيضاً. وهل يرتبون الأعشاش أيضاً؟ يستطيعون فعل أي شيء. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نعم، ما لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل. أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسليا. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلا. كل منكما عنده أفكار جيدة. أنا متشوق لرؤية أرنبي الآلي يا روزي. كفى، أنت تفسدينه. اسمع، أنا أحاول تحسينه. إنه أرنب الآلي. أسرع يا رومبا، هيا لنرى ما يجري. اتركي. كفى، ماذا تفعلين؟ روزي، رومبا، سعيد أنكما هنا. نريد أن تقول من أفكاره هي الأفضل. نعم، لأن بينون متردد. أعجبني هذا الجزء، وهذا يبدو رائعاً أيضاً. سيكون هذا أفضل أرنب آلي. ولكن أفكار من هي الأفضل؟ كل الأفكار، أنا أتشوق لأن أراه جاهزاً. ولكن لين تفسده. كرز يجعله يبدو بشعاً. غير صحيح، سأريكم من هو الأفضل. سأصنع أرنباً آلياً خاصاً بي. وأنا أيضاً. بينون، تعال وساعدني. تعال وساعدني يا بينون. يا ويلي، لن يكون هذا مسلياً. لا عليك، أنا أعرف ما يجب عمله. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل، وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أياً منكما. آسف يا كرز. ترى، انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبه. أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا.
كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار. يشبه هذا بناء الأعشاش. حقا؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكرا يا بلبلة. ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضا هكذا. ربما أفكار كرز لم تكن سيئة تماما. أوه روزي، سيكون لكل منا أرنب آلي ليلعب به. طبعا، ما كان نجح أي منها لولا مساعدتي. صحيح يا بلبلة. أوه كم هذا أمر مشوق. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1. الآن. أنتم لم تروا شيئاً بعد، انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعاً أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعاً لتروا أرنبي الآلي. انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كرز ولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضا، لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضا، كان يجب أن نتفاهم معا ونصنع أرنبا آليا معا. آسفة يا كرز. آسف يا لين. أوه هونا عليكما. هي، هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلا آليا يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. هاي، لا تتلصصوا. هذه مهمة سرية جدا، عملية الأرنب الآلي الخارق. حسنا جميعا، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا. إلى الأمام. والآن دورا. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيرا، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلا منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائما. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبدا. هاي.
يا روزي أرجوك. دعوني أنام. أتسمع هذا يا رومبا؟ موسيقى رومبا؟ رومبا، هذا أنت. أوه، لحن جميل جدا. شكرا يا روزي، عزفي وتأليفي. ها، أنت فعلا رائع. ها، واليوم أيضا رائع. يوم مناسب للمرح. هيا يا روزي. سأغير ملابسي أولا يا رومبا. أهلا جميعا، ماذا سنلعب اليوم؟ أو ما المشكلة هنا؟ أنا سأخبرك. فكري هو المشكلة. فكري؟ إنه غاضب جدا. قال إن صوتي كصوت الغراب وأنا أغني. لا أفهمه. ورفض إعطائي كرتي، إنها عالقة بين أغصانه. كتبت له أغنية وحين أنشدتها راح يتثاءب. حاولت حك ظهري بجذعه فطردني وقال لي عليك أن تذهب وتبحث عن شجرة أخرى. يغضب فكري لسبب ما أحياناً. لا ليس غاضباً بل غاضب جداً، وكلمة جداً عندي تعني جداً. علينا رؤية فكري حالاً. هيا يا رومبا. روزي، هل تسمعين شيئاً؟ هاي، مهلاً مهلاً. لا تمسك بنا. لماذا يحبون القفز علي؟ لأنك لطيف. هيا لنذهب إلى فكري. وإياك أن تعودي قريباً يا مزعجة. هيا يا روزي. مرحباً يا فكري. مرحباً يا روزي. مرحباً يا رومبا. هناك بعض الشكاوى. أهي حبات البلوط؟ لا ليس البلوط، إنها أنت. يقول الجميع إنك غاضب جداً اليوم. هذا رغماً عني. حبات البلوط كانت تثرثر وتقفز طوال الليل، لم أنم لحظة واحدة. أنا متعب. افهموني. أنا أفهم قصدك يا فكري. روزي تغضب أيضاً عندما تكون متعبة جداً. ماذا؟ اسمع يا فكري، المكان هادئ، حاول أن تنام الآن وسنبحث عن حبات البلوط المشاغبة ونجعلها تهدأ. كم أتمنى. حبات البلوط، هل لا تحدثنا؟ تظن أننا نلعب معها يا روزي. اصحى يا فكري. لا تعتذر يا فكري، بلبلة كلبها كبير، أسامحك. شكراً. والآن رجاءً بلبلة، أريد أن أنام قليلاً. تنام؟ لكني أريد اللعب. أنا نعسان. فهمت، تفضل النوم على صداقة بلبلة. لن أظل هنا لحظة. وداعاً يا فكري للأبد. مهلاً، سأخبرك أمراً. ماذا؟ دعيها لي. توقفي يا حبات. قلت لك توقفي. إنها لا تخجل، قفزت علي. من هذا؟ إنه أنا. أرجوك أعد إلي كرتي. أرجوك أنت. دعني أنام.
وأنا أريد أن ألعب بها. شكرا لك. هيا كرز. يا جماعة دعوني أنام قليلا. ابتعدي عن هنا. توقفي، تعالي هنا. نقاط عميق. ها أنتم. هاي توقفوا، تعالوا هنا. أنا لا ألعب، أريد التحدث. ماذا ستفعلون الآن؟ روزي ساعديني. أتية يا رومبا. رومبا لا لا أريد. واو واو، شكرا يا روزي. وأخيرا يمكنني الآن طرح سؤالي. إنه عن فكري. فكري لا لا، توقفوا. توقفوا، ارجعوا. إنها لا تتعب أبدا. لا أعرف كيف يمكننا تهدئة حبات البلوط هذه. انظر إليهم، لابد من طريقة ما. أرجوك يا بينون توقف، أنا أريد أن أنام. السبب، استمر في العزف. لدي فكرة رائعة. تعهدت باكا يا رومبا. حسنا يا حباتي البلوط الهادئة، أنا سأطلب خدمة صغيرة لأجل صديقنا فكري. أحب هذا اللحن، بل أحبه كثيرا. يا له من غناء رائع. جيد أنك ابتسمت يا فكري، وجيد أننا تحدثنا، أليس كذلك؟ هاي يا روزي. هاي كرتي. شكرا يا فكري. تعال لأحك ظهرك يا بينون. حقا شكرا. وأنت يا لين، أسمعين الأغنية التي ألفتها. نعم. فكري يا أجمل الأشجار، أتمنى أن أكون عصفورة، أحط فوق غصنك كل ليلة وأسمع حكاياتك المشهورة. شكرا يا لين، أعرف الآن كيف أجعل حبات البلوط تهدأ لأنام. تغني لها لحنا. أظن أنني سأنام أيضا. رومبا، لما قلت إنني أغضب حين أتعب؟ لا أذكر أبدا متى حصل هذا. قلتها لأخفف من حزن فكري. لا بأس إذن. هاي، أتسمعين أغنيتي؟ إنها عنك. طبعا أحب سماعها. عندما تغضبين مني يا روزي دائما تحزن حتى زهور الملعب. جميل.
ولأني أحبك يا روزي فأرجو ألا تغضبي مني. وأحبك يا رومبا، لذلك أنا لا أغضب منك.